بسم الله الرحمن الرحيم. من أقصى شمال مصر، من ساحلها الممتد على البحر المتوسط، والحقيقة كان دايما نقطة تلاقي بين الشمال والجنوب، من مدينة الإسكندرية، عروس الماء وجميلة الحكماء. وبثقتي في شباب مصر، شباب مصر الواعد الطامح لبناء المستقبل وبيقيني في قدرته على صياغة الحاضر والمستقبل، وإيمانا من الدولة المصرية بأن الحوار وتبادل الرؤى هو سبيلنا لبناء وطن كما نحلم به. اسمحوا لي أن أنا أعلن بدء فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية يوليو 2017. ودايما وبقوة شباب مصر ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.